يا ريت نوصل الفيديو ده ل 200 لايك، حتى لو مش هتكمله ادي اللايك وكمل الفيديو للاخر. انا جاي النهارده اوريك اشجار الثرو البلدي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا. يلا بينا، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. من يومين نزلت ليكم فيديو عن مصد رياح من أشجار الثرو البلدي، كنت مصوره فين؟ في المنيا. والنهاردة أنا فين؟ في مدينة السادات، من جنينة في مدينة السادات، جاي أوريك أشجار الثرو اللي هي مزروعة كنماذج فردية جنب بعضيها، إزاي تبقى مصد رياح محترم، وهوريك حجم الشجرة زي ما أنت شايف أهوت، بسم الله ما شاء الله، حاجة معدية ال 20 متر، أحجام ولا أروع. لما سألنا الجنينة دي بقالها قد إيه؟ الباشمهندس أحمد من ورا الكاميرا بيقول حوالي 15 سنة، أنا مش متأكد من الرقم دوت ولكن ممكن تقول كده، ولكن الحجم دوت بسم الله ما شاء الله أنت شايفه، الحجم اللي كان في المصد رياح كان عمره 6 سنين بس فقط لا غير، ولما توصل وتكبر ل 15 سنة ده شكل الشجرة من بعيد، وهنقرب مع بعض بالكاميرا علشان أوريك حجم الخشب عامل إزاي. أشجار الثرو البلدي هي واحدة من الأشجار التي تنمو في محيط الدول الواقعة حوالين البحر الأبيض المتوسط، أسبانيا، إيطاليا، فرنسا، هتيجي الناحية التانية تركيا، فلسطين، والأردن، مش عارف الأردن على البحر المتوسط يا ابني؟ نعتبرها على البحر الاوسط، ولبنان المشتهره جدا باشجار الصنوبريات اللي بيعتبر الثرو واحد من هذه العائله اللي بينمو بنفس الشكل دوت، ولبنان مشهوره باشجار الارز اللي فيها نفس الشكل من اشجار الصنوبر. اشجار الصنوبر من الاشجار الممتازه جدا سواء من خشب او من شكل جمالي. اشجار الثرو والله انا قلت صنوبر، الله يسامحني، مش مشكله بقى، خلي التعديلات دي الناس تشوفها وخلاص، معلش والله يا جماعه الجو حر وشمس، ادوني لايك. طب ما تعملش لايك ليه؟ اعمل لايك. اشجار الثرو من الاشجار التي تنتمي الى العائله الصنوبريه، حلو، وهو واحد من اكثر من 200 صنف. الثرو نفسه تم تحديد ان هو حوالي من 200 الى 300 صنف كانوا بيستخدموه قديما في صناعه الاساس وفي صناعه معظم الادوات بتاعتهم. احنا هنقرب مع بعض نشوف شكل الشجرة زي ما انتوا شايفين، ادي حجم الشجرة وادي شكلها، بسم الله ما شاء الله، سبحان الله، الواحد جنبها يا اخي نملة جنب برج، الله اكبر، حاجة ولا اروع، شكل ولا اجمل. صور كده يا عم احمد ووري الناس الجمال والحلاوة دي. وللعلم اشجار الثرو متوفرة عندنا بسعر حنين جدا للي عايز يزرع، انا وفرت لكم اشجار الثرو، والفترة الجاية اوفر لكم اشجار كتير، وهنقرب مع بعض نبص حجم الخشب اهو. ايه رايك يا صديقي؟ شجره بص انا حاضنها اهي، طب دي صغيره، طب هوريك واحده اجمل، تعال. ها عايز واحد كمان يحبب معايا؟ تقريبا عايز، بص كده، عايز واحد كمان يحبب معايا يا ريس. بسم الله ما شاء الله، خشبه ولا اروع. تفتكر دي لو اتقطعت تعمل لها كام متر خشب؟ يا اخي الواحد بقى ينظر للشجر نظره غريبه قوي، يعني سبحان الله، عشان تبقى فاهم ان الشجر او الخشب مصدر الوحيد للخشب هو الشجرة اللي احنا واقفين جنبها، واي شجرة ليها عمر لازم تنقطع فيه. الشجرة زي ديت لو انقطعت هتديني كمية خشب رهيبة، ولكن احنا دايما بنشجع زي ما بنقول نزرع شجر لازم نقطع الشجر، ونقعد ما نقطع الشجر نزرع شجر تاني. نظام التنمية المستدامة يا صديق ده اللي المفروض يبقى عند فكر كل الناس. احنا في اشجارنا بفضل الله بادئين نعمل دوت، بادئين يبقى احنا بنزرع شجره عارفين زرعناها امتى وفين وماشيين معاها ازاي، وكل شجره ان شاء الله باذن الله هيبقى ليها كود هنتابع بيه الشجر دوت لحد ما نوصل للشجر باعمار مناسبه جدا، وفي نفس الوقت يبقى احنا مربيين صح علشان نعرف ناخد خشبه صح. الناس فاكره ان الشجر ما هو الا حاجه بتنزرع وتطلع وخلاص، لو شجره زي دي انزرعت وما اهتمناش بيها ولا بتربيتها استحاله تلاقيها بالشكل اللي هي طالعه بيه ده، استحالة. لازم نربي شجر صح. وهنا احنا بنتكلم والباشمهندس احمد بيبعد معايا بالكاميرا عشان يوريكم حجم الشجرة الطولي بالنسبة لحجمها انا تحت، بسم الله ما شاء الله حاجة ولا اروع. شجر الثرو من الاشجار الخشبية الممتازة جدا، تستخدم كمصدات رياح لانتاج الاخشاب وفي نفس الوقت كنماذج فردية. الثرو عندك منه اكتر من نوع،
في صرو بلدي اللي هو انتوا شايفينه، في صرو ليموني وفي صرو ايطالي. الليموني والايطالي بيشتغلوا في الزينه اكتر عن البلدي. البلدي بيستخدم كمصدات رياح ممتاز جدا، وممكن ازرعه في قلب الارض من جوه كمصد ثانوي. الشجره زي ما انتوا شايفين من هنا اهوت، الجذور بتاعتها شبه وتدية، يعني هي الشجرة بتقوي جذورها تحت في قلب الأرض، وفي نفس الوقت بتنزل ليها دعامات، ودي ممكن تلاقوها باينة واضحة في أشجار أكبر شوية. هنا طبعا واحد من السادة المخربين قطع الشجرة من جوه، بس دي فرصة عشان برضو نشوف شكل الخشب بتاعها عامل ازاي. قرب معايا كده، ادي شكل الخشب اهو، بسم الله ما شاء الله، حاجة ولا أروع. والسادة تجار الخشب بيحبوا الحاجات دي قوي، يعني انت لو جيت قلت لتاجر الخشب تعالى لم الشجر ده واقطعه، يا نهار ابيض ده يوم عيد بالنسبه لي. العلم طن الصرو بيتراوح سعره من 2000 الى 3000 جنيه. طبعا بيزيد عن كده كل ما حجم الشجره زاد، وبعدين الشجره دي بالنسبه للساده مصنعي الخشب وتجار الخشب مش محتاجه شغل كتير، لان هو بيشيل كل الفروع اللي عليها ديت. تعالى بص كده للشجره من هنا، اديها المنظر دوت، التفريعات كلها طالعه من عليها من بره، ده كله بيتشال في القشره رغم ان هو بيهدر، ولكن الشجره مش محتاجه شغل في صنعتها كتير، لان هي بتطلع بشكل مستقيم عمودي زي ما انتوا شايفين. حجم بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ما تنساش وانت بتتفرج كده تروح مدينا لايك يا صديقي علشان التفاعل بيقع. تمام، تعال افرجك على الحته دي كمان. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، صل على النبي وانت بتتفرج معايا كده، وشوف الحجم عامل ازاي، شوف الشكل عامل ازاي، شوف العيال كانوا بيتشعلقوا هنا تقريبا. بص، طب تفتكر انا اعرف اطلع اتشعلق ولا اه؟ يا اخي احترم سنك بقى يا اخي، بس هجرب. لا مش جاي. الله اكبر، والله العظيم الصرو دوت، انا واحد من الناس اللي قلت نزرع صرو، وده شكل البذره بتاعته اهي اهي اهي، حتى ده شكل البذره بتاعته، بس طبعا دي فضيت، انا هحاول اجيب واحده. ايه دي الكوره بتاعته، بس دي تقريبا ذكر، غالبا دي والله اعلم ذكر، بس هنكسرها ونشوفها. هي المفروض انها فضيت، فضيت بس بتاعها فضيت. لا يا اسطى، باشمهندس احمد، هي تقريبا دي البذره، هي دي البذره بس دي فضيت بقى. لا هي تقريبا برضو مليانه ومصمطه، بس مش عارف، ممكن تكون فضيت، ما اعرفش صراحه، اصل انا ما جربتش ازرع صرو بالبذره قبل كده. تمام، بس غالبا هي دي، ده الذكر بتاعه، لان الصرو من النباتات اللي هي احاديه الجنس، يعني هتلاقي شجره ذكر وشجره انثى، تقريبا معظم انواع الصنوبريات نفس الشكل دوت. ولكن برضه نرجع في الاول نقول ان احنا وفرنا ليكم الشتلات يا اساتذه يا افاضل، كنا زمان بنبيعها ب 25 جنيه، كان ارتفاعها متر ومتر وربع، انا جايب لك ارتفاع اصغر وبسعر احسن. عايز تعرف هو كام؟ هتلاقي رقم التليفون موجود تحت في صندوق الوصف، وهتلاقي اكتر من فيديو بنتكلم فيه عن اشجار الصرو، ممكن تبص عليه. وما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو دوت، وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ويلا كلمنا لان الكميه محدوده جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.